السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي طيب بخير. بارك الله فيك بنتي ملكة. وعليكم السلام بس عليهم كل شيء مزيان. الحمد لله الشكر لله بنتي. كنشكرك بزاف عمي طيب. يا مرحبا. بغيتني نقول لك. إيه. لا يمكن تعقى عليا كنت بقى نحفظ القرآن قلتها لك من أيا بنتي أيا عقلت عليك عقلت لك لالا ملكة هنيئا لك وكنبغي نوه بك وأشيد بك أنت الحمد لله مشيتي للجوهر مشيتي للقناة تاع العسل المصفى هو القرآن الكريم هنيئا لك شكرا بزاف عمي الحمد لله وحتى أنا فرحانة بزاف المهم أنا كنت من نشوف شي مجموعة في الجمعية اللي كيقراو فيها القرآن اللي كيقراو فيها النساء أيا ما وقتاش دابا وانا واحد ديال عندي دابا في البلاد ودرت وطاحت لي واحد الفكره في راسي ايه بنتي وسولت البنات هكا في الواتساب قلت لهم بغيت ندير واحد المجموعه ديال حافظه القران الكريم إيه. انا بغيت تحفظوا معايا مرحبا بكم راه حنا هكا دغيا زعما غيكون عندنا الحال باش نحفظوا القران ونحفظوا دغيا والحمد لله وفقوا بعدا ممتاز ممتاز يا دابا حنا بدينا كنحفظوا بدينا في سوره البقره يعني مجينا في الاخر بدينا مزيان سوره البقره ويلا شي 15 يوم هكا بدينا حنا في حفظ الحمد لله وحنا هما فرحانين وحنا فرحانين الحمد لله انا فرحانه بزاف هنيئا لك بنتي هنيئا لك هنيئا لك هذا خير كثير سميت واش ياك ماشي مشكل الا بدينا في سوره البقره حيت البعض كيقول مثلا حيت في السبح اييه واخا كيقول لي ماشي مشكل صورة البقره ماشي مشكل بحال هكا واخا باذن الله خبي علاش وبغيت نسولك عمي طيب نعم لا سولتك من قبل بغيت نعاود نسولك الحجاب يا ملي بدل الحجاب باقي بغيت نستعمله ولكن مازال ما متاكده أيه؟ يعني زعما الا كان لبسوا الحجاب غير حجاب الشرعي الا كان لبسوا الا كان لبسوا الا بعض المرات غير هكا الا كان مشى عند الجيران كنلبس شي حاجه يعني بلا حجاب كنلبسي شي حاجه اللي طويله يعني ما ماشي بالضروره تكون حجاب ديالك ماشي مشكل ولا لا بدا نلبس ديما الحجاب ان شاء الله بنتي يا ربي يا كريم شكرا بزاف يا ربي صغيرة شكرا غير شد ليا الخط ومشى ليا كل شيء مرحبا بنتي ملكة بارك الله شكرا بزاف عمي طيب قريبانا شكرا لك بنتي ملكة اولا بغيت ننوه بك هنيئا لك مشيتي للقران الكريم راه الجوهر ديال الوجود هو القرآن الكريم اللي هداه الله القرآن الكريم فقد هدي إلى الصراط المستقيم وهالطريقة ديال الحفظ جميلة أننا نكتشف طرق جديدة طريقة عن طريق الواتساب أو عن طريق الفيسبوك هو الأفضل أن يكون الحفظ عن طريق مشايخ لأن القرآن الكريم يحفظ عن طريق اللسان عن طريق التحفيظ يكون باللوح ويكون بالقلم ويكون بالشيخ هادو أركان أساسية باش يكون الحفظ قوي ويكون متين لابد من وجود الشيخ لأنه يلقن شفهيا ثم اللوح ثم القلم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم في لوح محفوظ اقرأ وربك الأكرم هادو مكونات ديال الحفظ لكن في غياب وجود هذه الشروط ناس كيعيشوا ربما في قرى في مداشر بعيدة ما كيش عندهم كتاتيب قرآنية طريقة تقنية جميلة نستثمرها وهي استغلال الواتساب واستغلال الفيسبوك وكاين فعلا هناك عدة مجموعات كيخلقوها الناس وكيحفظوا فيما بينهم مثلا أرشدوا إلى مجموعة جميلة في الفيسبوك في الواتساب ديال الشيخ سعيد مسلم اللي كان معنا في الإذاعة واللي هو ديما كنسمعوا الأذان ديالو ادخل الواتساب ولا ادخل الفيسبوك ودير سعيد مسلم غيخرج لك واحد المجموعة كبيرة فيها المقرئين والمقرئات وكيديروا الطريقة ديال الحفظ والأداء وكيكون الشيخ يستمع مرة كيديرها أون لايف كتسمع ويصحح القراءة
وكيقول لك هنا كاين ادغام، هنا اخفاء، هنا اقلاب، هنا ترقيق الراء، هنا تفخيم الراء، هنا خذ النفس، هنا وكيبقى يشرح لك تسهل القراءه وكتبقى تحفظ، الناس يرددون، فطريقه تقنيه جميله للحفظ. لكن كيبقى دائما لابد من وجود شيخين، ولا بد من اللوح والقلم. وهنيئا لك بنتي ملكه، الله يكمل لك الرجاء. اما عن سؤالك الثاني قضيه الحجاب، الحجاب بنتي ملكه هو ماشي سنه، هو واجب. الشريعه الاسلاميه عندنا الواجب، وعندنا الحرام، وعندنا المباح، وعندنا المكروه، وعندنا المستحب. فالحجاب هو واجب، من الواجبات، ماشي من الفرائض، من الواجبات. كاين الفرائض، الفرائض معروفه هي الصلاه والصيام والحج، هي الاركان ديال الدين. ثم عندنا الواجبات هي اقل مرتبه من الفرائض. عندنا الاركان وعندنا الفرائض وتحت منها الواجبات، عاد المستحبات، عاد المباحات، فهو من الواجبات. لكن هناك من يتعذر عليه استعمال الحجاب لظروف، ظروف نفسيه، ظروف اجتماعيه. الحجاب كان عادي جدا، النساء ديالنا كلهم كانوا في السبعينيات من هذا القرن، جميع النساء والبنات المغربيات وفي العالم العربي كلهم كانوا محتجبات. احتجتنا الموضه فيما بعد، الموضه جاتنا من التغريب، وجاءت لباس اخر عصري، ثم جاءت واحد الموجه اخرى ديال الارهاب، ان صار الحجاب مرتبط بافكار ارهابيه او بطريقه ديال الاخوان المسلمين اللي كيسموا بين قوسين الاخوانجيه. فكان التيار الاخواني اللي كانت عنده واحد النظره الى الوجود والى الحياه والى الدوله، خصوصا الدوله، القضيه السياسيه، انه يدعو الى الخلافه، احياء الخلافه الاسلاميه. فالتيار الاخواني بدعوته الى قيام الخلافه الاسلاميه، ولو الاجهزه الامنيه يخافون منه ويتجوسون خوفا، حتى انه صنف من التيارات الارهابيه. ومن ثم اصبح اي واحد كيدير الحجاب كيتسمى اخواني او اخوانيه، راه متهمون حتى تثبت براءته. هنا الدين غيدخل في السياسه وغيدخل في الامن وغادي يخلق بلبله ويخلق فوضى، مع العلم ان الحجاب راه عند امهاتنا وعند جداتنا كان امر عادي جدا. حتى في اوروبا، فرنسا الان اللي هي باريس مدينه الجن والملائكه، اللي فيها اخر صيحات على الموضه العالميه لمن يجيب وغيرها، راه كانت حتى هي قبل الحرب العالميه الثانيه كانت كلها محتجبه. اللي غيشوف الاشرطه الوثائقيه ديال فرنسا وديال المانيا وديال امريكا غادي يلقى النساء كلهم كانوا محتجبات تبعا للسيده مريم العذراء عليها السلام. فالمسيحيين كانوا محتجبين كلهم، اخوات، واللي ما محتجباش على كتبس لي باش محتشم. اللي كيمشي للكنيسه غيدخل غير الصوره ديال مريم عليها السلام، السيده العذراء، غادي يلقاها لابسه الدره ديال الزيف ولابسه لباس محتشم. هذا هو الطبيعه ديال الوجود. اما ما وصل اليوم من هذه الامور، هذه موجه ولن تستمر، سياتي يوم من الايام وتعود الامور الى اصولها. لكن في ضمن هذه الضغوطات النفسيه، غنقول لك بنتي انا بغيتك ديري الحجاب وانت مقتنعه محترمه معززه مكرمه، عندك في نفسك القدره على انك ديريه، وانت تحافظين على دينك، تحافظين على سمعتك، وتحافظين على فلسفه الزي الاسلامي. يسموا العلماء فلسفه الزي الاسلامي، ملي كنستعملوا كنعود كنحمل رساله، يعني خصني نبعد من المحرمات، نبعد من الشبهات، نحرص على فعل الخير. اما نديروا وربما يكون عندي مازال في نفسي رغبه في المتاع ورغبه في الامور اللي هي محرمه، بلاش ما نديروش. تنحصصي تقويت وصبحت قلبي طاهر ونفسي صالحه، ماشي انا غيصبح الانسان انه ملاك طاهر من السماء، ابدا. سبحت في الدنيا يقع في الخطا والصواب، لكنه واجب من الواجبات، لقول الله تعالى: يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هكذا أول مرة نزلت هذه الآية، يا أيها النبي، ربك يخاطب سيدنا النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يعني الجميع، بدأ بالأزواج ديالو أولا، أهل بيته والبنات ديالو، ثم نساء المؤمنين، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة كتلبس لباس
محترم، جلباب يعني لباس فضفاض ماشي شفاف. وهذا كانت الصيغه ماشي للوجوب، كانت للاستحباب، ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين سدا لذريعه النظر. لكن فيما بعد نزل قول الله تعالى: قل للمؤمنات يغضضن، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الى ان قال: يا اسماء اذا بلغت المراه المحيض لا ينبغي ان يرى منها الا هذا وهذا، واشار الى الوجه والكفين، قال: لا ينبغي ان يرى منها، لا ينبغي مفاد لا يفيد الوجوب، يفيد الاستحباب. هناك صيغ كثيرة في تشريع الحجاب، العلماء منهم من قال كلها تفيد الوجوب، منهم من قال هي تفيد الاستحباب، لكن على كل حال هي فريضة من فرائض الدين، على الإنسان أن يقوم بها بالتدرج حتى يشعر بنفسه بأنه نفسه تقوات وصار قابل لحمل راية الإسلام فليفعلها. وأسأل الله تعالى أن يحبب لنا ولكم جميعا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا وإياكم من عباده الراشدين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.